على مدى سنوات طوال كانت مدينة الإسكندرية المصرية مقرا لإقامة جالية يونانية كبيرة نسبيا، واليوم لم يعد موجودا من نسل هذه الجالية بالمدينة سوى عدد قليل جدا، ولم يبقى أيضا سوى القليل من المعالم الخاصة بتلك الجالية التي يحاول نسلها الحفاظ على تراث أسلافهم. وحولت السفارة اليونانية منزل الشاعر كونستانتينوس بيترو كافافيس إلى متحف يحوي نسخا نادرة من أعماله، إضافة إلى أثاث بيته الأصلي بالكامل. Μίστρο, αδειόδια.